والكتاب يتكلم عن سقوط الشيطان في إشعياء إصحاح 14 وفي حزقيال إصحاح 28 وفي رؤية 12 طبعا بيتكلم عن سقوط الشيطان فطرح التنين العظيم، وهكذا آيات اللي بتتكلم عن سقوط هذا الشيطان. الشيطان يسمى إله هذا الدهر، يعني إله هذا العالم، إله هذا الدهر. قد أعمى أذهان غير المؤمنين لئلا تضيء لهم إنارة إنجيل مجد المسيح الذي هو صورة الله. الشيطان اسمه كمان إبليس، عدة مرات استخدمت كلمة إبليس، رئيس هذا العالم والآن دينونة هذا العالم، لأنه يطرح رئيس هذا العالم. رئيس هذا العالم يعني عنده أنظمة، عنده استراتيجية، عنده تكتيك. الكتاب يسميه كوكب الزهرة اللي هو الاسم لوسيفر، بعل زبوب يعني رب الذباب، أو بعل زبول رب، يعني هو كان إله، إله في عقرون، واحد من آلهة الفلسطينيين، إله عقرون. فاليهود عشان يتمسخروا عليه سموه يعني رب القمامة، رب إزبالي، بعل زبول. اسمه بلعال يعني الباطل، وهكذا الحية، التنين، أسماء كثيرة أحبائي اللي بتعرفنا على هوية وشخصية هذا الشيطان.